أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني أن العام الجاري 2017 شهد تسجيل أكثر من 7000 شركة تجارية جديدة وأكثر من 9000 مؤسسة فردية جديدة مع إصدار 500 ترخيص عبر موقع سجلي بمجموع رأس مال صادر قدره 116.2 مليون دينار. جاء ذلك خلال اللقاء السنوي لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة لاستعراض أبرز إنجازات الوزارة لعام 2017، حيث أوضح الزياني أنه تم تطبيق آلية عمل جديدة لتقييم الطلبات الصناعية بحيث لا تتجاوز 18 يوم عمل، إضافة إلى تخصيص 36 قسيمة صناعية في المناطق الصناعية مقارنة مع 23 قسيمة صناعية في العام 2016. وفي القطاع السياحي فقد كشف الزياني عن نمو عدد الزوار لمملكة البحرين بنسبة 13% من 7.7 مليون زائر في 2016 إلى 8.7 مليون زائر في 2017. بالنسبة لرقابة الشركات، طبعا هذا القسم تم تفعيله وإعادة هيكلته في الجزء الثاني من عام 2016، والقصد منه ان احنا نواكب اكثر قوانين واشتراطات الحوكمه وضبط السوق ايضا من التلاعب ومن الشركات الوهميه او الشركات اللي تضر بالاقتصاد الوطني. الحمد لله لاحظنا ان في وقت زياده المخالفات قلت، ولكن المخالفات المرفوعه زادت. هذه يعطينا إنديكيشن أو توجه أن الرقابة زادت، الحملات زادت، والجهاز دي بدأ يشتغل الآن ويفعل حسب ما تم إنشائه. ووفقا لأخر الإحصائيات والأرقام الصادرة عن مجلس التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين، فقد بلغت قيمة المشاريع للبنية التحتية السياحية في مملكة البحرين 4.9 مليار دينار خلال الخمس أعوام الماضية، أي ما يعادل 13 مليار دولار أمريكي، حيث تم الاستثمار من قبل القطاع العام والخاص في عدد كبير من المشاريع لدعم نمو قطاع السياحة والترفيه في المملكة. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف الآنسة فيفيان جمال، المدير التنفيذي بمجلس التنمية الاقتصادية. مساء الخير، وبداية حدثينا قليلا عن هذه المشاريع وطبيعتها. طبعا شكرا على الاستضافة. طبعا وصل مثل ما تفضلتي عدد زوار للمملكة حتى الربع الثالث من هذا العام إلى تقريبا 8.7 مليون سائح. طبعا هذه زيادة قدرها تقريبا 13% من نفس الفترة في 2016، وهو ما يعادل تقريبا مليون زائر شهريا. نعم. وطبعا يشهد قطاع السياحة والترفيه نمو متزايد لتلبية احتياجات هذه يعني الأرقام المتزايدة من السواح، وعلى أساسها طبعا يبلغ الحجم حاليا للاستثمارات في مشاريع البنية التحتية للسياحة إلى ما يقارب 4.9 مليار دينار بحريني. نعم. وطبعا على رأس هاي الاستثمارات يمكن مشروع كلنا نعرفه، اللي هو طبعا مشروع توسعة مطار البحرين الدولي بتكلفة 0.5 مليار دينار بحريني، وطبعا هذا اللي زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 14 مليون مسافر سنويا لما ينتهي المشروع في 2020. نعم. لكن بالإضافة إلى ذلك مشاريع ثانية يتم تطويرها في الوقت الحالي، من ضمنها فنادق من فئة الخمس نجوم والأربع نجوم مثل فندق الأدراس وفندق فيدا في مراسي البحرين وبحرين مارينا، ومشاريع سياحية علاجية مثل مدينة الملك عبدالله الطبية، ومشاريع عقارية متنوعة الاستخدامات طبعا مثل جزيرة دلمونية، مراسي البحرين، ديار محرق، خليج البحرين وغيرها. بالإضافة إلى المشاريع اللي لها طابع تجاري، ففي مشاريع سياحية يعني تعتبر
وجهات تسوق كبيرة، من ضمنها مجمع الأفنيوز اللي تم نعم. الافتتاح من فترة بسيطة للمرحلة الأولى منه، واللي كان بتكلفة 60 مليون دينار بحريني. نعم. وفي الوقت الحالي العمل جاري على مجمعات ثانية مثل مجمع دلمونية ومجمع غاليريا. بالحديث أنسة فيفيان عن دور المجلس، ما هو دور المجلس بالتحديد في تنمية وتعزيز قطاع السياحة في مملكة البحرين؟ طبعا دور المجلس هو استقطاب وتشجيع الاستثمارات الى المملكه، ويتركز على 5 قطاعات رئيسيه من ضمنها قطاع السياحه. نعم. طبعا هذه لاهميته من الناحيه الاقتصاديه، وايضا لخلق فرص العمل للبحرينيين، وهو متماشي مع مبادئ رؤيه البحرين الاقتصاديه 2030. وطبعا يتعاون المجلس مع وزاره الصناعه والتجاره والسياحه، هيئه البحرين للسياحه والمعارض، وهيئة البحرين للثقافة والآثار، وهذه طبعا لتوفير المناخ الاستثماري والتنظيمي المساند لقطاع السياحة، وأيضا لتنشيط القطاع عن طريق المبادرات المشتركة والفعاليات المحلية والعالمية. نعم. طبعا من أهم مهام المجلس أيضا هو ترويج المملكة لمملكة البحرين في الخارج، فطبعا يصير ذلك عن طريق المشاركة في المؤتمرات والفعاليات الاقتصادية، واللي تتضمن الوفود الاقتصادية والسياحية وغيرها، وعلى أساس أن هي يعني تزيد من العلاقات التجارية ما بين المملكة وما بين الأسواق المستهدفة. نعم. الأنسة فيفيان جمال، المدير التنفيذي بمجلس التنمية الاقتصادية، شكرا جزيلا لك. والآن نلقي نظرة سريعة مشاهدينا على أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا اليوم، ونبدأ مع بورصة البحرين، حيث أقفل المؤشر العام في المنطقة الخضراء بارتفاع نسبته 0.75% عند مستوى 1295 نقطة، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار، وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 4,972,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 687,000 دينار تم تنفيذها من خلال 112 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 66% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة. ونتابع الآن إغلاقات البورصات الخليجية، وكما هو موضح على الشاشة فقد أغلقت جميع البورصات على ارتفاعات متفاوتة، ونبدأ مع السوق المالية السعودية والتي أغلقت عند مستوى 7201 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 0.33%. أما بالنسبة لبورصة الكويت فقد أغلقت عند مستوى 6371 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 0.3%. وبالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية فكما تلاحظون قد أغلقت عند 4369 نقطة بارتفاع تجاوز 1%، وكانت الرابح الأكبر بالنسبة لتداولات هذا اليوم.